بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد محمد الغانم رئيس المؤتمر، معالي السيد حمدون توري الذي ذهب وتركنا وحدنا، سعادة السيد لين زهاو الأمين العام، سعادة السيد إبراهيم أسانو مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدراء القطاعات في الاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة انتخابكم رئيساً للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، كما أنني أشعر بالفخر والاعتزاز في كل مرة أزور فيها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وخاصة هذه الإمارة الجميلة دبي، لما تشهده من تقدم وتطور حضاري عمراني وتقني في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لبلدكم الشقيق. السيد الرئيس، الحضور الكرام، بقدر ما تحمله المتغيرات التي أحدثها تطور خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدور المتزايد الأهمية كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع ظهور شبكات النطاق العريض، وما تحمله من آمال كبيرة وخاصة في البلدان النامية والأقل نمواً، فإنها تواجه تحديات متزايدة على نطاق واسع بسبب أوجه التفاوت في النفاذ للبنية التحتية المطلوبة لمواكبة التطور السريع والطلب المتزايد لاستخداماتها وتطبيقها. ونحن في فلسطين نرى كذلك دورا هاما ومتزايدا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التعاون الدولي وتدعيم السلام والأمن في العالم وتحسين التفاهم بين الشعوب وتشجيع وخلق اقتصاديات المعرفة والابتكار. السيد الرئيس، الحضور الكرام، تشكل الصعوبات والمعاناة التي نعيشها تحت الاحتلال حافزاً قوياً للابتكار والإبداع واستغلال الفرص الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتخفيف والحد من الآثار الناجمة عن أبشع احتلال يطال كل مناحي الحياة في بلادنا، ويتسبب في حرمان أطفالنا وأجيالنا من حقهم بالتعليم والنفاذ واستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة. ورغم كل هذه المعيقات والتي تشكل خرقاً واضحاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، إلا أن فلسطين تمكنت من الوصول إلى إيرادات القطاع بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي، وفي نفس الوقت خسارة 200 مليون دولار سنوياً جراء عمل 5 شركات إسرائيلية بشكل غير قانوني في المدن الفلسطينية. ونحن في وزارة الاتصالات عملنا على تطوير مجموعة من السياسات العامة والتنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، حيث أن سياسة قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصال تدعم في دعم سياسة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك من خلال ترسيخ مفهوم مجتمع المعلومات الرقمية، ومن خلال وضع خطة وطنية شاملة تلبي متطلبات وتطلعات مجتمعنا وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا القطاع. وفي الوقت الحاضر نحن نعمل على إنشاء شبكة البنية التحتية المتطورة وتوفير كافة وسائل لنجاح الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني للإدارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز المعرفة الرقمية في المجتمع الفلسطيني لتطوير قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى. وعملت الوزارة على خلق المنافسة في السوق وتأسيس نظام عادل لربط الشبكات من خلال نشر التعليمات الربط البيني والقرارات بشأن تسعيرة الربط البيني والبيئة المناسبة للاستثمار، جنبا إلى جنب إلى الجهود الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للأفراد والشركات والمجتمع ككل. وسعينا لتطوير الموارد البشرية لضمان نجاح خططنا، ولدينا بالفعل في فلسطين سلسلة كاملة لتوجيه الشباب بدءا من مراكز التميز في الجامعات ثم إلى الحاضنات مثل الحاضنة الفلسطينية تكنولوجيا معلومات والاتصال ثم إلى الأكسلريترز والفنشر كابيتالز. ولعل فوز فلسطين بالمرتبة الأولى في مسابقة التي نظمتها المنظمة العربية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس بتطوير تطبيق يلبي ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الأجهزة الخلوية، وكذلك فوز فلسطين بجوائز عديدة على المستوى العالمي والعربي، تشكل مؤشرا واضحا على أننا شعب حر وحيوي ونستطيع أن نسهم إسهاما بارزا في المسيرة الإبداعية والابتكار لصالح الإنسانية. ونحن نشعر بالفخر بإبداعات الشباب الفلسطيني وخاصة النساء في هذا المجال، حيث حصلت شابة فلسطينية على جائزة أفضل مقدم ممكن لخدمات التكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا عن مشروعها القائم على توفير فرص عمل عن بعد للشباب والنساء في المناطق المهمشة، كما تم تصنيفها ضمن أكثر 100 امرأة عربية مؤثرة في العالم، حيث يقوم مشروعها على تشبيك الشباب والنساء مع الشركات العربية والعالمية لتقديم خدماتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيد الرئيس، الحضور الكرام،
إن استمرار الوضع الراهن وعدم تمكين فلسطين من السيطرة على مواردها الطبيعية والوطنية بما في ذلك الطيف الترددي أمراً لم يعد مقبولاً ويؤثر سلباً في مصداقية القرارات التي تتخذها مؤتمر الاتحاد المتعددة. ومن هذا المنطلق واستناداً إلى القرارات العديدة التي اتخذتها مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وخاصة المؤتمر العالمي تنمية الاتصالات والدور الهام الذي يقوم به مكتب تنمية الاتصالات بتقديم المساعدات التقنية لفلسطين عملاً بالقرار 32 كيوتو عام 94 والحاجة الملحة لاستمرار وتعزيز هذه المساعدات في مختلف ميادين المعلومات والاتصالات فإننا نتطلع بثقة إلى المستقبل والأمل برؤية دور فاعل الاتحاد في تنفيذ قراراته وخاصة إنشاء شبكات النفاذ الدولي بما في ذلك المحطات الأرضية والستلية والكابلات البحرية وأنظمة الألياف البصرية والحق في تخطيط وإدارة ومراقبة الطيف الترددي الفلسطيني باعتباره حق سيادي لكل دولة وفقا لقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات. ختاما لا بد من التنويه وتوجيه الشكر للسيد إبراهيم أسانو ولمكتب تنمية الاتصالات والمكتب الإقليمي العربي على جهودهم في مختلف وسائل الدعم التقني لنا حيث تم أمس توقيع اتفاقية الجزء الثاني من مشروع ربط المدارس بدعم وشراكة من دولة الإمارات العربية الشقيقة التي نتوجه إليهم بالشكر على حسن الضيافة والاستقبال وأتمنى لمؤتمرنا هذا كل التوفيق والنجاح والخروج بالتوصيات الفعالة لما ينعكس إيجابا على مجتمعاتنا كافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.